لقيت معاناة 3 سنين في سوريا أنا والأبناء ديالي والزوج ديالي. جيت من الحرب 2 شهر تقريبا، وأنا بالصدمة اللي كانت تما ما خرجتش من الدار، أنا وليداتي بقينا في الدار، بقات لي البنت تما والزوج ديالي. حاليا أنا جسد بلا روح، تما الخبز ما كيلقاوش. ألو ماما، كيفك؟ كيف صحتك؟ أنا كتير تعبانة هون، ما في حدا يطلعنا أو هيك شيء، لأنه صار الوضع هون كتير صعب. بدنا نطلع أنا والبابا وشوف إخواتي، كتير اشتقت لكم أنا، إلك ولإخواتي. الحلم ديالي هو الزوج والابنة ديالي، الناس تعاوني تجيب الزوج ديالي والابنة ديالي. بالنسبة لهذا المبادرة اللي شديت، أنا كنتمنى النساء يديروا بحالي حتى هما، أنا راه بديت بوال. عبارة عن حلويات شرقية مغربية، مثلا شرقية الكنافة، عش البلبل، وربات، شعيبيات، يعني جميع أنواع الحلويات السورية. محتاجة مساعدة، أنا باغي نخدم، نزيد نخدم الشباب والشابات، حتى أنا كنت محتاجة ولحد الآن باقا محتاجة. السلام عليكم، معكم نعيمة فرحات، أم 3 أطفال. كنا عايشين في كازا بسلام، تعرفت على الزوج ديالي، تعرفنا، مشيت داني لسوريا، كنا عايشين في سوريا بسلام، كنا عايشين في مسياف حدا حامة. حتى جات الحرب وتما كانت الأزمة. مني جات الحرب حاولنا نجيو، في 2011 كانت بداية الحرب في سوريا، فيما كنحاول نجي كيوقعوا لي، انتم عارفين دابا الحرب في سوريا وبدايتها كانت صعيبة، كيوقعوا لي مشاكل بزاف، فيما كنحاول نجي ما كنقدرش نجي. بقيت معاناة 3 سنين في سوريا أنا والأبناء ديالي والزوج ديالي. دازت 3 سنين، جيت في 2014 دخلت المغرب. من بعد المعاناة ديال سوريا عانيت حتى هنا، جيت الحمد لله اللي جيت بالجسد ديالي وبالروح ديالي مع وليداتي، جبت جوج ديال الوليدات، بقات لي البنت تما والزوج ديالي. حاليا أنا جسد بلا روح، يعني في وضع راه تما الخبز ما كيلقاوش، يعني واحد الظروف صعيبه بزاف. حنا كنقولوا الحمد لله هنايا، واخا حنا ناس بسطاء كنقولوا الحمد لله على داك الشيء اللي كيطرى لهم تما، وعاد البنت ديالي صغيره، يعني حاليا عندها 11 تقريبا، هي راه طلعت في 11، انا خليت عندها 3 سنين ونص وزياده. شوف انت مثلا غير الابن ديالك مشى المدرسه وتعطل، ولا سخرتي غير شي البقال كيتعطل، شوفي كيفاش كتوري ماداك. انا شحال من عام وانا صابره عليه. بعد الاولاد ديالي، البنت الكبيره راه عندها عقده من هذه القضيه، هذه عندها العقده. انا بنتي ملي كانت صغيره شويه، ملي جيت قريتها هنا الاساتذه كيعيطوا لي كيقولوا لي بنتك عندها شي حاجه، كتبقى تهوس تقول إسراء، كتبقى تعيط، هي كتكون في الدرس وكتبقى تنطق بداك الاسم. ولكن دابا شويه شويه الحمد لله هي كتكبر وكتوعى شويه. تما ملي بدات الحرب انا عانيت بزاف، عانيت لدرجه انني في الحرب فرقت ولادي ثلاثه الاولاد، وكان الولد الصغير كيرضع. وعانيت، كان الحرب في سوريا وبنتي تحرقت حيت جات واحد القذيفه، وانا كنت هازه الماء طايب، ومني جات القذيفه ضربت الدجاج وتخوى لي على داك الماء، تخوى كامل. باقي لها الاثار في يديها وهنايا، ولكن يديها باينه بزاف. بلاد، وبغيت يعني نوصل باش البنت ديالي ونجيب البنت ديالي ونجيب الراجل ديالي ويتلم الشمل، بغينا نلموا الشمل. وانا محتاجه الابنه ديالي ومحتاجه الراجل ديالي، حتى الوليدات اللي عندي دابا محتاجينهم اكثر ما انا محتاجاهم. الحلم ديالي هو الزوج والابنه ديالي، الناس تعاوني، تعاوني انا تجيب الزوج ديالي والابنه ديالي. اول ما جيت، انا جيت من الحرب
بقيت في بعد ملي جيت من الحرب 3 شهور وانا شهرين تقريبا، وانا بالصدمه اللي كاين تما ما خرجتش من الدار، انا وليداتي بقينا في الدار. ملي خرج بحال كتشوفي عالم اخر، واخا هذه راه بلادك كتعتبري انت راه لاجئه وما عندك حد، يعني واحد هي عندي الحمد لله الام ديالي وداكشي، ولكن كتحسي بواحد يعني غتخرجي غتقاتلي حتى في بلادك خصك تقاتلي، واخا انت امراه عندك جوج وليدات عندك تابعك بزاف د الحوايج خاصك تقريهم خاصك تصرفي عليهم خاصك هادي. مشيت انا ما كانش عندي حتى صنعه، انا عندي ثالث اعدادي، وخرجت للسوق كندور كنشوف العيالات كيبيعوا، قلت علاش انا ما نبيعش حوايج، وليت كنبيع حوايج باش نصرف، كنحط في الارض وكنبيع. جات عندي واحد السيده قالت لي علاش ما تمشيش لواحد الجمعيه ديال اللاجئين السوريين، قلت لها انا ما كنعرفش، انا راه مغربيه وما كنعرفش لا جمعيات لا حتى حاجه، وانا جيت في واحد الحاله. قالت لي انا نورك، عطاتني النمره ديال واحد السيد، هذاك السيد هو علي السوري، راه يمكن دابا ملي نقول هو كان في المفوضيه اللاجئين السوريين، عاوني. جيت لطنجه عاوتاني، قلت انا علاش لي ما نقراش التكوين وندير انا شي حاجه اللي تكون نديرها انا. ملي بقيت كنقرا التكوين كنشد لي كوموند في الدار بسيطه، شي حاجه بسيطه نشد مع هاد البقاقال وهذه. قريت التكوين شديت الدبلوم ديالي، قلت علاش لي ما نديرش حتى انا مبادره وندير شي حاجه ديالي. الحمد لله ملي شد قريت التكوين وبقيت كنشد الكليان شد البقاقله، دفعت المبادره الوطنيه من التنميه البشريه وافقوا لي على الملف ديالي، والحمد لله انا استلمت. دابا الالات كيف كتشوفوا الحمد لله. بالنسبه لهذه المبادره اللي شديت، انا كنتمنى النساء يديروا بحالي حتى هما، انا راه بديت بوالو، يعني ملي بديت نفكر انني ندير تعاوني راه باش نمشي للمكتب التنميه والتعاون ما كنتش كنلقى 5 دراهم ما كنتش كنلقى، ولكن كنتابر وكنحاول نوصل لوراقي باش تصايبي وراقي، راه حتى هما صعاب. كاينين الناس اللي عاونوني، الام ديالي كتساندني واخا بكلمه طيبه وداك الشيء. انا كنوصي النساء يتابروا ويوصلوا، وانايا كذلك كنتمنى الناس تدعمني وتزيد تدعمني، لانه المبادره الوطنيه انا واقفه وانا غنوقفها ان شاء الله، وكنتمنى الناس يزيدوا يعاونوني باش حتى انا نعاون هذه البلاد ونزيد نخدم الناس، نخدم النساء الشابات اللي طالعات، النساء الارامل. اربعه النساء دابا، النساء كنتقاتلوا باش انا كنتقاتل باش كنخدم هذوك النساء، هذوك النساء تما محتاجين هذوك النساء تما ربات بيت تما الوضع ديالهم صعيب، محتاجه مساعده. انا باغا نخدم نزيد نخدم الشباب والشابات تانايا، حتى انا كنت محتاجه. اكثريه كنركز على المراه اللي ما عندهاش الراجل واللي ميت لها الراجل، حيت انا عانيت باش كبرت هاد الوليدات، عانيت بزاف وباقا دابا كنعاني، ولكن الحمد لله حنا كنخافوا الله ومشي في الطريق السليم، وما تخافش الحمد لله، تكون واثق من نفسك الحمد لله. عباره عن حلويات شرقيه مغربيه، مثلا الشرقيه الكنافه، عش البلبل، وربات، شعيبيات، يعني جميع انواع الحلويات السوريه. المغرب والسوري، هذا هو اللي خلاني نزيد نتميز في المشروع، نزيد نخدم في المشروع. ومن هذا المنبر كنشكر سيدنا الله ينصرو، كنشكر الدوله المغربيه اللي وقفت معايا، كنشكر المحسنين حتى وصلوني. وبهذا المنبر كنوصي النساء حتى هما يصبروا ويتابروا، راه ماشي اي حاجه كتجي وكتدار، حتى هما يتقاتلوا ويصبروا، وبشويه بشويه الانسان كيطلع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.